على غيرتك إلهي. إن الحقد والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: أصل الحسد، الحسد شنو؟ الله أكبر، الله أكبر. أصل الحسد من عمل القلب وجحود فضل الله. شنو تحسد؟ المقسم هو المالك المطلق، المقسم حكيم، أعطى لهذا علم وأعطى لهذا حلم وأعطى لهذا مال، أعطى لهذا جاه، أعطى لهذا جمال، وأعطى لهذا شهرة، وأعطى لهذا نجومية، وأعطى لهذا. كل إنسان عنده ملكات، الله يوزع، وكلها لا تجتمع. لا تنتظر يوم من الأيام نعم الله تجتمع في بيتك. إذا تم شيء بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. إخواني أخواتي، خصوصا شباب المجلس، لا تنتظر كل المواهب يوم من الأيام تجتمع لديك. خلي حياتك ناقصة، إذا كملت علامات الموت تأتي. خلي نقص في بيتك،